بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سعيدة أنكم بتشاركوني أول حلقة من برنامجنا على هدى الحبيب. كلنا بنحب بما لا يعادله حب رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن أوقات بننسى أنه خير قدوة وخير مثال، وأن لو مشينا على هداه وخطاه هنعيش أحلى حياة في الدنيا والجنة بإذن الله. ان احنا نمشي على هداه يعني خريطه في ايدينا بتوجهنا، بتقولنا ازاي نعيش وازاي نوصل وازاي نكون في بر امان. فتعالوا معايا نعيش معاه في حياتنا العاديه، ويعيش معانا في بيتنا وشغلنا وبين اصحابنا وجيراننا وحبايبنا في كل بيت. صدقوني جربنا كل الطرق وسالنا كل الناس، ولا لقينا عندهم سعاده ولا بر امان، بالعكس لقينا ان كل واحد ماشي بدماغه. فتعالوا يكون رسولنا الكريم المنارة اللي تهدينا وتوجهنا وتفتح لينا كل طريق مقفول، وتحل لينا كل مشاكلنا، وتوصلنا لبر الأمان في الدنيا والجنة بإذن الله. ما سابش أمر دنيا ودين إلا ورشدنا إليه عليه أفضل الصلاة والسلام. وأكيد لما نمشي على المنهج والسنة النبوية هنقدر نعرف ونفهم إيه الرسالة الربانية، وده اللي هنعمله مع بعض في برنامجنا على هدى الحبيب. انتظروني بعد الفاصل مع أول حلقة. أهلا بكم مرة تانية. موضوع حلقتنا النهاردة العالم كله اتكلم عنه، كورونا. كله اتكلم عن كورونا، أسبابها وتعريفها وطرق الوقاية منها. النهاردة هنتكلم عنها بطريقة مختلفة شوية. يا ترى ايه رسالة كورونا لينا للبشرية كلها، وازاي نتعامل معاها، وازاي نخرج من المحنة اللي احنا فيها دي لمنحة ربنا بعتها لنا. وخليني اقول لو كل دول العالم كلها قالت انتهت حلول الارض والامر متروك للسماء، فمنذ ان خلق الله البشرية والامر متروك لرب السماء. بس يمكن احنا انشغلنا شوية، انشغلنا بالرزق عن الرزاق وبالنعم عن المنعم. الدنيا نستنا ولهتنا دورنا الحقيقي اتجاه ربنا وعبادته، وكان لازم دول العالم كلها تعرف ان هي مهما كبرت وتضخمت ان هي صغيره قوي قدام فيروس لا يرى بالعين المجرده جند من جنود الله بيهدد امراء وملوك ودول من ليله وضحاها. لو ما استغلناش الفتره اللي احنا فيها دي في ان احنا نعرف ايه رساله ربنا لينا، هنكون بنضيع فرصة ربنا بعتها لنا نرجع له بيها تاني. وخلوني أرحب بضيفتي الفاضلة، رمز للأزهر الشريف في كل مكان. أهلا بحضرتك دكتورة هبة عوف. أهلا وسهلا. أهلا بيكي يا فندم. حبيبتي الغالية، يعني وأنا بعتز طبعا إن أنا موجودة النهاردة مع بنتي اللي يعني تربت على أيدينا في الأزهر. ربنا يكرمك يا فندم. وإن شاء الله يكون برنامج موفق إن شاء الله وحلقة موفقة. وبرحب بالسادة المشاهدين طبعا في كل مكان، وبالقناة الجميلة الصحة والجمال. يعني نورتينا واسعدتينا يا دكتور. وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا في هذا اليوم العظيم قولا يرضي الله سبحانه اللهم وتعالى ورسوله. اللهم امين يا دكتور. قبل ما ندخل بقى في الأسئلة والتعمق بقى بتاع الحلقة، عايز اعرف حضرتك ايه رأي دكتور هبة عوف في اللي بيحصل ده، رأيي الشخصي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا هي يعني الأزمة الحالية اللي الناس كلها بتتكلم عنها، ويعني في كل أنحاء العالم بيتكلموا عنها، وكأني أنا أرى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجمع العالم كله. يا الله. كأننا تفرقنا فأراد الله أن يجمعنا، دي أول حاجة. تاني حاجة، إحنا كنا مجتمعين كلنا يعني أو أغلب البلاد إزاي يحاربوا بعض، إزاي ده ينتصر على ده، إزاي ده فعلا. دلوقتي اجتمعنا ازاي ان احنا نعالج المرض ده ونعمل ايه ونتكاتف ازاي، والبلاد بقت فاتحه يعني لا ده ما يصدق، وحب ومساعدات وحب ومساعدات، وده محتاج من ده وده محتاج من ده وده. فوصلنا لقناعه
ان ربنا سبحانه وتعالى ايه خلقنا ايه شعوبا وقبائل لتعارفوا، سبحان الله. لتعارفوا مهما كان، حتى لو اي دولة عظمى بره هتحتاج لدولة تانية نامية في امور كلنا إيد معينة، واحدة، والدولة صح. النامية لما كانت زعلانة من دولة تانية دلوقتي، لا احنا دلوقتي كلنا نبحث عن كيف طرق التواصل. نعالج هذا الامر. دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا وصلنا القناعة ان العلم نصل به الى خدمة البشرية وليس الى تدمير البشرية. ورسالة تانية طبعا اللي هنتكلم عنها بالتفصيل، وهو اسم البرنامج الجميل بتاعنا، أن النبي صلى الله عليه عليه أفضل وسلم الصلاة فعلا والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وحي يوحى. يوحى، الحمد لله. الدكتور هبة عوف، الحجر الصحي أول ما طبقه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عايزين نعرف وصايا النبي لما انتشر الطاعون، وقت ما انتشر الطاعون والرسول صلى الله عليه وسلم أفرد طبعا طرق الوقاية ساعتها وطرق وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ساعتها. عايزين نعرف ايه طبعا ايه طرق ايه الوصايا النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصى بيها، يعني احنا وازاي ازاي نتعامل مع الوضع، يعني كيفية التعامل. طبعا يعني لما تسمعي القصة سبحان الله، يعني الطاعون لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي تحدث عنه لما بالظبط. قال ايه، اذا يعني اذا سمعتم، مش يعني سمعت بس بالطاعون في مكان فلا ايه فلا تقربوا من هذا المكان، فلا تقربوا منه. ده حديث عن النبي صلى الله عليه سبحانك يا رب، وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. واذا وقع الطاعون بارض وانتم فيها وانت موجود فيها فلا تخرجوا فرارا منه. شفتي سبحان الله، حديث سبحانك يا رب، من بمنتهى الايجاز، وهذا الحديث صحيح وارد في البخاري ومسلم، انا ما جبتوش من عندي، عليه افضل حديث الصلاه للنبي والسلام. صلى الله عليه وسلم. اول من وضع وتحدث عن الحجر الصحي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عشان كده انا قلت في السلام. بداية حديثي وما ينطق عن الهوى. هو قاله حديث للصحابة رضوان الله عليهم. القصة في التطبيق، هل بالظبط. طبقوا ولا ما طبقوش؟ لان ناس كتير قوي دلوقتي عمالة تسمع عن قصة سيدنا عمر، طب هما مش عارفين القصة دي يعني ايه المغزى منها وحصلت امتى وفين، وده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. النهارده هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة اعطاهم والسلام. القاعدة كيف طبقوها، وهل كل الصحابة بيبقوا يعني سامعين الأحاديث ولا هما بيبلغوا بعض ولا إيه؟ في أرض الشام وفي منطقة، يعني هما كل ما نكلم الناس نقول لهم إيه الطاعون الذي وقع في إيه، طاعون عمواس، هما مش عارفين يعني إيه. هي بلدة في معنا فلسطين. تليفون. تفضل. أهلا ألو، بيك يا ممكة. إزيك يا سمر؟ ألف الحمد مبروك، وربنا يا رب كده يوفقك ودايما في نجاح يا حبيبتي، الله منورة يبارك فيك يا الشتا حبيبتي، والله. الله يبارك فيك. شكرا لك يا مومك، شكرا لك يا فندم. اتفضلي يا دكتور. فهي ده مكان في فلسطين بيقع قريب من مدينة اسمها رملة. أول ما بدأ الطاعون بدأ في هذا المكان، علشان كده نسبوه إلى اسم هذه القرية. فطبعا بعد كده بدأوا الناس بيخرجوا من المكان ده يروحوا مكان تاني، فانتشر هذا الوباء في ايه في أرض الشام كلها. فكان سيدنا أبو عبيدة بن الجراح هو والي على المكان في هذا الوقت. سيدنا عمر كان خليفة المسلمين، رضي الله عنه. فراح بقى يشوف ايه اللي حاصل، ده ايه الطاعون اللي عمال ياخد اكثر من 25,000 مسلم، يا ماتوا الله، منهم 10,000 صحابي، يا وما الله، ادراكم بصحابة رسول الله صلى الله سبحانك عليه وسلم. عليه افضل عشان الصلاه بس الناس والسلام. اللي بتقول يعني هو غضب من ربنا، في صحابة على فكرة ماتوا في وباء اهو يا جماعة. فسيدنا عمر بدأ ياخد رأي الصحابة، يدخل ولا ما يدخلش، ده 25,000 ماتوا. فبدأوا ينقسموا الفريقين، فريق يقول له لا ما ندخلش يا أمير المؤمنين علشان ما يموتش بقية يعني عدد كبير تاني، وفريق تاني يقول لا ندخل علشان نعالج ونداوي عشان فالأمر شورى فهم طبعا. انقسموا بقى القسمين. فسيدنا عمر طبعا وهو ولي الأمر سمع الكلام منهم، وبعد كده قال ايه لا احنا مش هندخل البلد. فسيدنا ابو عبيده من الجراح بيقول له ايه، سيدنا ابو عبيده هو والي على المكان في هذا الامر، فيرى ان من مسؤوليته ان لا يترك المكان. فقال له افرارا من قدر الله يا يا امير سبحانك يا المؤمنين، الله، احنا هنفر من قدر الله؟ صح. نفر من قال قضاء الله نفر لقضاء من الله، قدر الله الى قدر الله. صح. الله سبحانه وتعالى اعطاك الارض الخصبه واعطاك الارض اللي فيها وباء، اقضي على الناس ولا اخذهم وانجى بيهم؟ صح. سيدنا عمر
أخذ بقية المسلمين ومشي، وسيدنا أبو عبيدة ظل في هذه الأرض. لكن قبل ما يمشي سيدنا عمر، بدأ سيدنا أبو عبيدة يقول له لا ما نمشيش، وده يقول له لا نمشي، إلى أن جاء صحابي وقال عندي حكم هذه المسألة، فقد سمعت رسول الله عليه صلى أفضل الله الصلاة عليه والسلام. وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فسيدنا عمر حسم القضية، خلاص أخذ الصحابة اللي ما كانوش موجودين، وسيدنا أبو عبيدة ظل في هذه في الأرض هذا المكان. لأنه كان فيها. ومات بالفعل سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، ومن بعده سيدنا معاذ بن جبل لما تولى الخلافة، وجاء بعده سيدنا عمرو بن العاص. بقى احنا بنقول مش الحجر الصحي بس، ده سيدنا عمرو بن العاص بقى يعني الانسان الذكي بقى، شوفي مش اي حد يمسك خليفة ولا اي حد يمسك معانا امير. تليفون اتفضلي حبيبتي حبيبي. دكتور. الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الف مبروك يا استاذ سمر على البرنامج، الله ربنا يبارك في يبارك حضرتك، الله عليك. يبارك في حضرتك. ليا سؤال بس للدكتورة. سؤال اتفضل. بالنسبة للناس بتوفى بكورونا، الجنازة، التغسيل، الدعاء ليهم، ايه حكم الشرع فيه؟ وبالنسبة لرمضان، صلاة التراويح والروحانيات بتاعة رمضان، بيقضيها ازاي؟ تعوضنا عن يا رب يا رب يخش علينا شهر رمضان كده وابوه مفتوح علينا. تمام يا استاذ مصطفى، تمام. بس الدكتوره بس ايه يعني الشرع والحديث النبوية؟ تمام، شكرا شكرا لحضرتك. شكرا تمام. هنجاوب حضرتك ان طبعا شاء بعد الله ما نخلص الجزئيه دي، السؤال اسئلته مهمه عشان بس جدا الجزئيه دي. وجميله. فجي سيدنا عمرو بن العاص قال لهم ان هذا الطاعون نار مشتعله يا الله، وانتم وقودها، عايز النار دي تزيد زودها بقى، اجتمع وقعد. فتجبلوا يعني اقعدوا على الجبال، تفرقوا في اماكن ايه واسعه كده بعيده، ما تبقوش قاعدين جماعات كده. وبالفعل لم تمضي ايام الا وانتهى هذا الوباء اللي انا بقول لكم يا جماعه انه اخذ اكتر من 25,000 مسلم يا الله. ماتوا، وغيرهم بقى، ده انا بتكلم على المسلمين، وغير المسلمين ماتوا في هذا الالتزام الطاعون. فالتزموا، صح، هو اعطى النصيحه الصحيحه، هو والصحابة التزموا. كل الناس التزموا، فذهب هذا الوباء، وتضرعوا الى الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله. ولم يتركهم سيدنا عمر بعد ذلك، بل رجع اليهم ليرى ما اتلفه هذا الطاعون ويصلحه في هذه البلاد. هو ده هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، هم دول الصحابه، اصحابي كالنجوم، بايهم سبحانك يا الله، اقتديتم اهتديتم. عليه افضل الصلاه والسلام. معانا اتصال، استاذ احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اولا تحياتي وبهنيكم على البرنامج، وتكون بدايه موفقه ان شاء الله. ربنا يكرمك يا فندم. وسؤالي للدكتوره هبه عوف، اتفضل. عن حكم الدين في اللي حصل في القريه بتاعت الدقهليه في حاله الدفن بتاعت الدكتوره اللي توفت بكورونا. حكم الدين ايه يا فندم؟ اهالي القريه لما تجمهروا وكانوا رافضين، حكم الدين في اللي حصل من اهالي القريه بتاع الدكتوره اللي توفت في الدقهليه، واهالي القريه اللي خرجوا تجمهروا علشان يمنعوا دفنها. ايوه تمام يا فندم. حاجه ماجده اتفضلي يا فندم. تمام، رجعت اتصلي بينا مره تانية، كملي يا دكتور. كده احنا انهينا حديثنا عن هدي النبي صلى عليه الله افضل عليه الصلاه وسلم والسلام والصحابه وكيفيه في التعامل هذا الامر، وما زال لهدي النبي صلى الله عليه عليه الصلاه وسلم والسلام. في هذا الامر. لكن انا هقوله وانا بجاوب على اسئله الجماعه الجمال دول، ما شاء الله يعني المستمعين الجيدين، وكانهم قارئين جيدين لسنه رسول الله عليه صلى افضل الله الصلاه عليه والسلام. وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. نبدا باسئله اول سؤال الاستاذ. استاذ مصطفى بيقول عدم صلاه الجنازه على الميت او عدم استلام جثمانه لاهله. طبعا هذا ليس من الشرع، يعني من أصيب بالطاعون في عهد سيدنا عمر بن الخطاب كان بيكفنوا بطريقة معينة، ولو يعني قرر ان هم دي طبعا بترجع للاطباء، لو الاطباء مثلا قالوا ان مرض كورونا هذا معدي في حاله الموت، يعني الميت هيعدي، فبيقولوا مثلا احنا هندفن من غير ما نغسل او نكفن او بنفس ثيابه، خلاص. بس انا عايزه اقول لهم حاجه واطمنهم علشان الناس زعلانه قوي من الموضوع ده. كلهم يا جماعه، هو احنا الشهيد بنعمله بندفنه ازاي؟
صح. مش بالدم بتاعه كده وبكل حاجه فيه كده بلبسه بكل حاجه مش بلبسه يعني ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك انه في مكانه ان هو شهيد سبحانك يا رب صح ان هو شهيد. وهديك دليل من حديث النبي عليه الصلاه والسلام. انا ما بقولش كلام يا دكتور لحضرتك معانا اتصال اتفضل يا فندم. استاذه ماجده ايوه السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم. لا لا السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. انا عايزه اسال سؤال للدكتوره قاعده جنبي حضرتك. اتفضلي يا استاذه ماجده. مبروك عليك يا حبيبتي الكلام ان شاء الله. وعايزه اسال الدكتوره يعني واحد مثلا لو مات مثلا في كورونا دوت مش المفروض يصلوا عليه ويكفنوه كويس يصلوا عليه؟ ما هي الدكتور بتجاوب على السؤال بالفعل يا استاذه ماجده. تابع الاجابه ان شاء الله. زي ما قلنا طبعا الصلاة عليه والدفن ده شيء واجب. أما الغسل والتكفين بقى ده يرجع لأهل الحل والعقد في هذا الأمر اللي هم من الأطباء. لو قالوا أنه هو مش معدي في حال الموت خلاص إحنا هنغسل ونكفن وهم هيغسلوا ويكفنوا بطريقة هم يعرفوها يعني. وأنا شفت مشهد امبارح لقرية ما شاء الله تانية بقى على النقيض تماما بيستقبلوا جنازة ما شاء الله متفرقين واقفين بعيد وبالكمامات ودفنوا الميت ما فيش أي مشكلة. لأن هي لو فيها ضرر يا جماعة احنا شايفين كل دول العالم يعني مش شعوب بس ورؤساء والله الرؤساء نفسهم مهتمين بالامر صح العالم ففيه كلها. تمام لو في مشكله هيقول لك لا ما تخرجش ورا الجنازه دي. اما ان الحكومات بنفسها احنا عندنا الشرطه بنفسها راحت في جنازه الدكتوره وهي اللي دفنت مهتميه كل العالم كله بالظبط كده. فاحنا عارفين ان ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه هو مش هيضرك هو هيعملها بطريقه ان هو ما يضركش فيها. لكن لو على فرض قالوا ان ما ينفعش ان احنا زي ما قلت نغسله ولا نكفنه يا الله انه وصل الى مرتبة الشهداء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث بقى بيقول ايه احنا هنتكلم عن اللي ما ماتش بعد شوية بس دلوقتي هنتكلم عن اللي هيموت بالطاعون او بالوباء. يعني ما هو الطاعون ده زيه زي اي وباء. الطاعون او الوباء معناه ايه موت عدد كثير من الناس بسبب هذا المرض وهو ده اللي حصل دلوقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا جماعة كده بمنطقنا البسيط بقى انا هكلمك كده يعني. ببساطة هيجوا يوم القيامة الشهداء واقفين الشهداء اللي هم بيكونوا مع مين اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا الله فالشهداء دول مع النبيين ومع الصالحين ومع الصديقين بس عارف مين هيكون اللي جنبهم بالظبط في الحديث ده بيقول لي كده أهل الطاعون. يا الله فهيبوا واقفين يقولوا إيه يا ربنا هل لنا مثل مكانة هؤلاء الشهداء هو إحنا زيهم ولا إحنا حاجة تانية. فربنا سبحانه وتعالى يجيبهم إن وجدتم جروحكم تسيل دما مثل هؤلاء الشهداء. ما هو بيرجع الشهيد يوم القيامة بيسيل دم بس الفرق إن الدم بتاعه ريحته مسك. سبحانك يا رب. فإن وجدتم هذه الدماء تسيل ويخرج منها ريح المسك فأنتم مع الشهداء. فيخرجون يتفقدون أنفسهم فيجدون أنفسهم مثل الشهداء فيدخلون معهم في مركبة واحدة. على فكرة انت مرضتش تدفن الطبيبة دي انت يوم القيامة هتجري وراها وتقول لها خديني معاكي عايزة تشعلق معاكي هي في منزلة الشهداء عشان تاخديني. انتوا ما تعرفوش يعني ايه الشهيد عند ربه. الشهيد ده منزله ومكانه عاليه. سيدنا خالد بن الوليد. معذره يا دكتور معانا اتصال. رحمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اولا ببارك لك جدا على البرنامج. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا استاذه رحمه. ربنا يوفقك يا رب وتحققي كل اللي نفسك فيه. ربنا يكرمك يا حبيبه قلبي. عندي بقى سؤال للدكتوره. اتفضلي. ازاي استفاد بالفتره دي اللي احنا قاعدين في البيت اللي نقرب من ربنا؟ تمام يا رحمه. في رمضان مش هيبقى فيه صلاه تراويح. فانا عايزه اعرف ازاي استفاد واخليها في البيت انا واهلي وكده. تمام يا حبيبتي. شكرا ليكي يا رحمه. انا عايزه اقول لك عشان الناس كلها دلوقتي انا قاعدين في البيت انا مش عارف ايه انا يا شيخ احنا بندور على حسنه نعملها. سبحانك فعلا. بندور على حسنه نعملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليه ايه؟ الصلاه والسلام الطاعون شهاده لكل مسلم. يا الله شهاده لكل. فالجماعه العلماء قالوا شهاده للي مات ولا للي عايش. فاجمعوا على انه من بنص حديث ثاني من علم بالطاعون فجلس في بيته صابرا محتسبا
صابرا محتسبا نال منزلة الشهداء. يا الله، فانت ليه زعلان قوي؟ انت ليه زعلان ان ربنا سبحانه وتعالى يرفعك درجات عنده؟ احنا تلاقيهم بقى قاعدين متضايقين واحنا مصالحنا احنا متضايقين لاننا افتقدنا الدفء الاسري من البدايه. صح، لان احنا افتقدنا يعني ايه حياه اسريه. بالزبط. فبالتالي لما رجعنا للاصل اللي المفروض نعيش فيه بقى في مشاحنات، بقى في كده الزوج والزوجه والاب وحتى الاولاد بقوا مش قد الام مش قادره تستقبل وجود ولادها في البيت. تقول لك امتى المدارس قفلوها هو احنا هنقول انه يعني كل واحد فينا عليه دور، الزوج عليه دور والزوجه عليها دور والابناء عليهم دور. يعني الزوج واجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم كل ما بيتكلموا بيقولوا السيده خديجه اعطت النبي صلى الله عليه وسلم احتواء، لكن قبل ان تعطيه هي الاحتواء اعطاها هو الاهتمام. فعلى الزوج ان يعطي اهتماما. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه، انا مش هقول لك في زمن الكورونا بس اللي انت محبوس فيه البيت، النبي كان بيخرج ويقعد مع الصحابه صلى الله عليه وسلم ويقعد معاهم ويقعد مع ده ومع ده، لدرجه كل واحد فيهم كان بيقول ايه، انا بحس ان انا احب واحد للنبي عليه الصلاه والسلام من كتر ما هو مش بيبقى قاعد كده ودماغه مش معاهم، لا بيحبهم. ومع ذلك كان يعطي اهل بيته حقه، لدرجه انت تقولي الله هو كان بيلحق يقعد معاهم امتى؟ احكي لك بقى موقف اهو مش في الكورونا ولا حاجه. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، فمرة قعدت هي وتسع ستات كل واحدة قعدت تحكي لها قصتها زي النساء، يعني ما بيحكوا زي أنا حصل من زوجي كذا وحياتنا سعيدة بدون إخراج أسرار، يعني هما بيتكلموا على العموم. وكان من ضمن التسع ستات دول ما السيدة عائشة العشرة، يعني عشر سيدات كده هم عشرة. واحدة قالت كان اسمها أم زرعة وكان زوجها اسمه أبو زرعة، فقعدت تحكي على أبو زرعة ده، على زرعه وعلى بيته وعلى أولاده كل حاجة فيه، يعني هي بتحبه حب كانت تحبه حب شديد، غير إن هم طلقوا في النهاية، ما فيش نصيب خلاص هو انتهى. رغم حبهم سبحانه الله سبحانه وتعالى له حكمة. صح. فسيدة عائشة لما جه النبي عليه الصلاة والسلام قعدت معاه كده وحكيت له القصص التسعة وهو قاعد يسمعها، حد بقى من الرجال الجمال الزراف يعني، والمرأة بدون الرجل لن تعيش ولن تحيا. صح. انا مش بقول لك الكلام ده عشان انا باجي عليك، بالعكس انا بقول لك ان انت حاجة مهمة جدا عايز منها احتواء اديها اهتمام. بالزبط. الرجل في حياة المرأة نعمة. صح، وانا عايزاك تبقى انت النعمة الجميلة في حياتك. فهيقول لي ايه بقى، اي رجل هيقول لي ده هو تلاقيه كان قاعد بيسمع لها كده بس عشان يرضيها ومش مركز. لا انا ما عايز اقول لك انه كان مركز. ليه بقى؟ لانه في نهايه الحديث خالص قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام اما انا يا عائشه فساكون لك مثل ابو زرعه لام زرعه، انا هكون لو انت كده غير اني لن اطلقك حبيبي. يا ده مركز وعارف وسامعها وقصه قصه. بصي بيطيب خاطرها ازاي، بص النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان هذا هو هديونا واحنا قاعدين كده وبنتكلم كده وده في الطبيعي بتاعنا ما كانش هيحصل لنا دلوقتي حاله الزهق اللي احنا فيها. صح. لان احنا هيبقى في اصلا بينا موده ورحمه، الزوجه هتبقى كل شيء بتحكي لزوجها مش لصديقتها وهو مش بيسمع لها وبيهتم بمواضيعها. انا قلت لك بقى حبيبه قلبي كن محمدا تكن لك عائشة. عائشه، لكن ان لم تكن محمدا فكيف ستكون هي عائشه؟ انت الاصل، انت الاساس، الرجال قوامون على النساء. صح. احنا مش زعلانين من القوامه دي على فكره، احنا مبسوطين منها جدا، وانا عايزاك تبقى قوي كم يعني بس قوي ليها بقى اللي هو ايه، ما هو قوام يعني يقوم بتدبير الله سبحانه وتعالى. صح. اسمه القيوم، معنى القيوم يقوم بتدبير شؤون العباد، فقوام يعني انت بتقوملي بتدبير شؤوني. تخيلي كده انت قاعده كده ومش شايل هم حاجه لاني وراكي حد جبل سند ظهر قوي كده. صح، يحميكي بالظبط. فاحنا افتقدنا الموضوع ده، اولادنا زهقانين ليه اولادنا؟ بالعكس انا يعني كتير من السيدات تقول انا صعبان علي اولادي، بالعكس انا سعيده جدا لاولادنا دلوقتي علشان انا عايزه اشوف جيل قوي. صح، نشأ قوي لما ربي كده ان بص لقد خلقنا الانسان في كبد، في وقت انت هتخرج وتتفسح وتروح وتيجي، وفي وقت بص احنا في ازمه تعلم المسؤوليه عشان يطلع عارف المسؤوليه. صح. احنا مش في دار يا جماعه رخاء وبس، لا الدنيا دي مزرعه الاخره، احنا فيها في زياره عشان نطلع للجنه بعد كده. لو لم اربيه وهو طفل صغير
نتربى. خليني اربي اسماعيل مره ثانيه، اسماعيل بسيدنا ابراهيم. اسماعيل كان لسه مولود وجابه بعد عمر، يعني شوفي حبه لي. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يغار على قلب عبده المؤمن. يا ما يمكن الله. ربنا غيران عليكم، حس ان يعني في انشغال، انشغلتوا عنه، انشغلتم عن الله سبحانه وتعالى، فتور في العباده، فاراد ان يردكم اليه ردا جميلا. هو ما طردكش من بيته زي ما في ناس كتير بتعتقد، لا كتير. هو عايزك يعني الله سبحانه وتعالى يريد منك ان ترجع الى بيته وانت نقي. فالله يغار على قلب عبده المؤمن، اغار على سيدنا ابراهيم لانه خليل الرحمن. ده لفظه، ده 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 صفته، ده خليله، يعني يتخلل حب الله عروقه. فلما احب بقى الحب ده شاركه فيه سيدنا اسماعيل، فالله سبحانه وتعالى اراد ان يرجع هذا القلب اليه مره اخرى، فقال له ايه؟ اتركهم بقى بواد غير ذي زرع. فسابهم. سيدة هاجر تقول له شوفي بقى القوة، وكمان المرأة بقى، المرأة الزوجة الصالحة بقى، ما أنا بربيها. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم عليه السلام يربيها بقى تربية قوية، فتقول له الله أمرك بهذا. شوفي على طول كل هدوء نفسي كده وجميل وعقلي وسبحانك الله أمرك بهذا يا إبراهيم، فما يردش عليها. تشوفي كمان اختبار شديد قوي قوي. الأنبياء أشد بلاء فالأمثل. صح. فالأمثل يا جماعة. تاني مرة ما ردش، تالت مرة إشارة بس قالت فاذهب فوالله لن يضيعنا. طالما ربنا أمرك بكده خلاص اتربى بقى سيدنا إسماعيل، وهي تجري القصة اللي احنا عارفينها طبعا، الحديث طويل، إلى أن يتفجر ماء زمزم، وبسبب المية ديت الغنم تيجي، والقبيلة اللي عدت فلقت الغنم قالوا إيه ده الغنم دي ما تقفش إلا إذا كان في ماء، فيروحوا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فيروح لهم الأفئدة دي. بعد كده يرجع تاني سيدنا إسماعيل لأبوه، وبعدين برضو الحب يشتد، فيقوم الدرس في اقصى بقى، بنقول له بيقول له اذبح ولدك بايدك. يا الله، اذبحه اكبر اختبار. بس احنا بنربي ناشئ، فما تزعلش. كان سيدنا اسماعيل عمره قد ايه بقى يا بنتنا ساره؟ طبعا ما شاء الله جماعه الحلوين بتوع اللغه العربيه الازهر. معانا اتصال. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. ثواني. ايه مع حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم. انا احب بس ارحب بالدكتوره هبه عوف ورا الشاشه. اهلا وسهلا بحضرتك. تمام. بحب ان حضرتك استاذه سمر على البرنامج الجميل بتاعك. طبعا. فعلا استفدنا جدا. الله يبارك فيك. وربنا يا ربنا يا رب يزيدكم من العلم وتوفيق ان شاء الله. امين. ربنا يكرمك يا رب. استاذه هاجر معانا؟ استاذه هاجر. الو الو. ايوه يا فندم. استاذه سمر اهلا بحضرتك. الف مبروك. الله يبارك فيكي. الله الف مبروك، ربنا ينفع فيكي يا رب. الله يبارك فيك يا حبيبتي. مبسوطه جدا وفخوره جدا بيكي يا استاذه سمر والله. ربنا يكرمك يا استاذه هاجر. دكتوره هبه حضرتك يعني من اكتر الدكاتره قريبين لقلبي في الجامعه، ربنا يبارك في حضرتك. اهلا بيكي يا حبيبتي، كلكم بناتي والله، اهلا بيكم. مبسوطه جدا والله ان انا شايفه حضرتكم انتوا الاثنين كده قدامي، يعني ربنا يبارك فيكم وينفع بيكم يا رب. يا رب. ربنا يكرمك يا رب يا استاذه هاجر. ربنا يكرمك. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. دلوقتي يا دكتور بيقولوا المساجد اتقفلت، في فئة بتقول ان ده غضب من ربنا والعياذ بالله طبعا، وفئة تانية بتقول لا ده الصح اللي لازم المساجد تتقفل واحنا نلتزم بيوتنا ونصلي في البيت. ايه دلوقتي نقول ايه لدول وايه لدول؟ ويا ترى فعلا رمضان جاي مفيش صلاة تراويح، مفيش قيام، مفيش الروحانيات دي؟ من قال انه لا يوجد صلاة تراويح؟ ما احنا هنصلي في بيوتنا، لولا قدر الله يعني استمر الامر الى، يعني احنا هنحط كل الاحتمالات. الله سبحانه وتعالى قادر ان يرفع هذا البلاء قبل هذا الشهر الكريم. طبعا نحن ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب الذي بيده امر كل شيء. صح. الذي يقول للامر كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى ندعوه، لكن ان قدر الله علينا ان لا نصلي في المساجد في شهر رمضان، وطبعا مش احنا اللي بناخد القرار، اللي بياخد القرار الناس اللي عارفه، الناس اللي فاهمه، الناس اللي بتدور على مصلحتك. ايه المشكله؟ ده عندنا في الدين وارد، ان يعني هو ده وارد في الدين، ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. مش دي رخصه؟ صح. مش دي رخصه؟ الانسان لما بيسافر
الله سبحانه وتعالى مش مرخص له في الصلاة تقصر الصلاة، يرخص صح. له في الإفطار في رمضان، في رمضان إذا كان المريض أو في سفر. احنا بنقول لا، احنا ده كله لا، اهو المريض عليه انه هو ما فيش مشكلة يفطر، وكذلك المسافر. فليه احنا ننقسم؟ احنا ليه بنسأل عن امور؟ لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، انت ما عليك الا السمع والطاعة. وانت ما شاء الله ربنا مديك، يعني خاصة في مصر بلد الأزهر ده، يعني بلد العلماء ده، انت اتشال من على عاتقك يعني حاجة صعبة جدا جدا جدا، انت بقيتش تاخد الحكم بنفسك والناس مش قاعدين. ده بسرعة الأزهر طلع فتوى على طول، لا الصوم لا هتصوم، ما فيش بعد مراجع طبعا. ده غير ان في ناس طلعت قالت ان ما فيش، ان ممكن ما يبقاش في صيام السنة. أصدر الأزهر فتوى بأنه بعد ما سأل منظمة الصحة العالمية هل الصيام يؤثر، فقالوا لا ما فيش تأثير، فأصدر الأزهر فتوى. احنا يا جماعة يعني كذا مؤسسة مع بعض، مش مؤسسة واحدة، لا أكثر من مؤسسة. زي ما قلت لكم ده اختبار، وإحنا كنا بنتكلم بنكمل علشان بس الناس كلها بتعيط عشان أولادها. المشكلة كلها إحنا أولادنا محبوسين، إحنا ما لا وفي اتفضلي ما فيش أكثر من بيقول له اذبح اذبح ولدك. فكان عنده كام سنة بقى، أنا كنت بقول على بنتنا بقى بتوع اللغة العربية الجمال دولت، بقول لهم سيدنا إسماعيل كان عنده كام سنة، عشان الجماعة المشاهدين كده يسمعونا ويشتغلوا معانا شوية بقى. اشغل نفسك بقى، اشغل نفسك في وقت الكورونا. أنا عايز أسألك كم كتاب قريت، وكم قصة عرفت، وكم صحابي عرفت وإن هما كمان ينموا نفسهم في الفترة دي في بالظبط كده، القراءة وطبعا يهتموا بالأمر وطرق الوقاية بقى يا دكتور. والرجال يهتموا بالنساء، والنساء يهتموا بالرجال. بس دلوقتي ما يقولوش أنتوا بس دلوقتي يا دكتور برضو من ضمن أسئلة الحلقة إن برضو الزوج دلوقتي والزوجة بقوا كمية مشاحنات في البيت. ما أنا قلت لك السبب إن من الأساس مفيش حتة المودة والرحمة، كان في بعد. احنا زمان كنا لا لازم كلنا نقعد ناكل مع الاب والام، دلوقتي كل واحد كان بياكل لوحده. وقت الكورونا ده جميل جدا، يعني كلنا دلوقتي بقينا نتجمع مع بعض ونقعد مع بعض، ومفيش حاجه بتيجي على طول. معلش شويه بشويه احنا هنألف الامر ونألف ان احنا نكون مع بعض. اولادنا دول هيتربوا بكره، هتقولوا الدكتوره هبه قالت ان النشء اللي طلع في الفتره دي نشء قوي. سيدنا اسماعيل كان عنده 9 سنين، القرآن ما قالش انه كان عنده 9 سنين، بس احنا بقى بتوع اللغة العربية والأزهر هو بيقول فلما بلغ معه السعي اللي هو ايوه السعي للغلام. شوفوا ما شاء الله، ما بقول لكم بناتنا شطار ما شاء الله. السعي للغلام هو بلوغ سن الايه، 9 أو 10، 9 سنين. ومع ذلك القرآن بيقول ايه؟ قال يا بني، شوف بيحترم ازاي، اصل هو ربى صح، ربى راجل وانا بربي امرأة برضه قوية. اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني. ده بيكمل له، ده هو اللي بيهديه، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. وياخدوا سيدنا إبراهيم من غير ما يقول للسيدة هاجر كده، أصل تنفيذ الأمر سريع، سبحانك يا رب. ويروح لها الشيطان ويقول لها ده هيذبح ابنك، تقول له إن كان هذا أمرا من الله فليفعل. قوة الإيمان بالله والصبر في وقت الابتلاء. شوفي حبيبتي، إحنا دلوقتي من رضي بقضائي أعطيته على قدري، يعني الله. ايه او من رضي بقدري اعطيته على قدري. شوف بقى عطاء ربنا على قدر ربنا سبحانه وتعالى. من رضي بايه؟ بقدري اعطيته على قدري، قدر بقى خيره وشره بكله، الرضا والتسليم الكامل لله سبحانه وتعالى. فهم رضوا ومشي، راح لسيدنا اسماعيل يقول له ده انت هتتذبح، ده انت هتتعب، ده انت. فقال له ان كان هذا امرا من الله فليفعل. راح لسيدنا ابراهيم ام رجمه. بعد كده لما راحوا، المفروض بقى ده طفل، ما احنا كل شويه نقول اطفالنا 9 سنين ولسه. تعالي بقى يقول له ايه؟ يا ابتي اني اريد ان اوصيك وصيه. يا جماعه رب سبحانك يا رب، طفل 9 سنين لسه في مرحله البلوغ. احنا بندلع الراديو، لو قلت له قوم هات رغيف العيش اللي كان مش قادر. لا معلش شوفي لك بقى، انا معايا تاب دلوقتي ومعايا مش عارف ايه. لا ده بيقول له ايه؟ اني اوصيك وصيه. قال انت اللي هتوصيه؟ طب ايه الوصيه دي؟ قال يا ابتي إن أقدمت على ذبحي فلا تجعلني على ظهري، ما تخلينيش على نايم على ظهري، فاجعلني على وجهي. ليه بقى؟ حتى لا ترى عيني فترحم. ما يضعفش ترجع في كلامك. أنا ما بجيبش كلام من عندي، ده القرآن اللي بيقول. فلما أسلما الاثنين أمرهما لله وتله للجبين. حط راسه وإيه كمان؟ واشدد وثاقي جيدا، اربطني كويس
علشان ما افكش منك، لان الانسان هو بيتذبح غصب عنه بيبقى ممكن يعمل وسن السكينه كويس عشان لما تذبح هي الذبحه ما تترددش. متخيل الوصيه يعني قويه على طفل 9 سنوات ولسه. ما هم اولادنا بعد الكورونا هيبقوا شو اكيد كده. يا رب نتمنى. اخر حاجه ايه؟ فان ذبحتني، لما تذبحني بقى وتخلص ذبح، فابتعد عني حتى لا ينال ثوبك شيء من دمي. هو هيبتعد عنه، اصل احنا لما بنذبح ذبيحه عاديه بتهز كده من الالم، ممكن يصعب عليه حضونه. صح. فهيجي على ثيابه ايه؟ دم. حتى لا ينال ثوبك شيء من دمي فتراه امي فتحزن، ثم ان ذهبت الى امي فبلغها مني السلام. يا الله. نجاة مثل نجاة اسماعيل نطلبها وناديناه، فاذا بمنادي السماء اللي هينادي ان شاء الله بإذن الله قبل رمضان بإذن الله هينادي الله أكبر الله أكبر لا أكبر إلا الله. نعم. مهما الله. تقدم العلم الله سبحانه وتعالى أكبر. فإذا بإبراهيم عليه السلام يعرف أنها هدية الله فيرد قائلا الله أكبر الله, الله أكبر, أكبر الله. لا إله إلا الله. فإذا بالذبيح يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكبيرات العيد يا جماعة، ما جاءك العيد إلا بمحنة إبراهيم. يا الله. فإحنا هنخرج إن شاء الله من المحنة دي بتجد. هذه المحنة اللي أنت شايفها محنة، لكني أراها منحة من الله سبحانه وتعالى. أراد أن يردنا إلى بيوتنا، إلى أبنائنا، أراد أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا. صحيح. انا كنت لسه برضه هسال حضرتك ازاي نحول المحنه اللي احنا فيها وكميه الياس والتشاؤم وخلاص عدد الوفيات بتكتر، ازاي نحولها لمنحه ربنا بعتها لنا. شو يا بنتي، الموت واحد، هي تتعدد اسبابه، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد لهؤلاء اللي هم ماتوا بهذا الوباء ان هم يصروا الى درجه الشهداء. وهذا الشهيد مش له اب ولو ابن ولو أم، أراد لهذا الأب أن يكون أبا لشهيد يدخل معاه الجنة، وأراد لهذه الأم أن تكون أما لشهيد. سبحانه يا رب. ليه أنت زعلان؟ الله سبحانه وتعالى يقع في قدره ما شاء. إحنا لنا دخل في هذا الأمر؟ ده إحنا بنحاول، إحنا إلى الآن مش عارفين سببه، ومش عايزاكوا تنشغلوا قوي. كله بيقول يعني جه ازاي؟ طب حد اللي صنعه؟ طب ما حدش صنعه؟ طب جه انا بسبب اكل الصينيين طب بسبب انا عايزه انشغل دلوقتي بما هو اهم، كيف اجد العلاج؟ كيف يعني اتقرب الى الله سبحانه وتعالى؟ بالظبط. الامر اللي يخليني اوصل للنتيجه، يعني الطاعون اللي حدث في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، بعض الناس بعد كده قالوا ايه؟ اصل كثر القتل بين المسلمين والروم، فكثرة القتلى دي هي اللي عملت الرائحة اللي جابت الطاعون ده. هل اهتم الصحابة بالموضوع ده؟ احنا نهتم بالعلاج، ما نهتمش بيحصل ليه وعشان ايه والسبب ايه. طب يا دكتور، الطاقة الإيجابية اللي نقدر نستفيدها النهاردة من موضوع كورونا دي، يا ترى نخرج ازاي يعني بطاقة إيجابية تخلينا نقدر ان احنا نتعايش مع الوضع؟ سريعا كده قبل ميعاد الحلقة ما تخلص. حلقتكم جميلة، جميلة وانا يعني بسرعة يعني ما لحقناش نجاوب على الناس كلها، لكن ان شاء الله ان شاء الله مش اخر لقاء مع حضرتك معانا ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. يعني الطاقة الايجابية، طبعا احنا اتكلمنا عن اغلب الاسئلة اللي اتقالت اللي هو بخصوص الموتى ان هم، وبعدين عايزة اقول لك الميت في معية الله، ما تشيلش همه قوي، الميت في معية الله سبحانه وتعالى، واعلم ان بلادنا لن تتركه. يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني الخير في امتي. صح. الطاقه الايجابيه اللي احنا ناخدها زي ما انا قلت لكم يا جماعه، اولا ان نعلم ان هذا وقع باذن الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. لو سلمنا بهذا الامر ونعم بالله. خلاص انت مش هت. الامر الثاني الرضا بقى بهذا القضاء. صح. الرضا بقضاء الله. نعم. وزي ما قلت لكم إيه، من رضي بقدري اعطيته على قدري. صح. كل ما زاد رضا الإنسان بهذا الأمر وبكل محنة. صح. الله سبحانه وتعالى يعطيه أكثر وأكثر وأكثر. وأنا أديتكم هو مثال يعني بسيدنا إبراهيم، يعني بسيدنا إسماعيل، عيد إلى يوم القيامة. صح. عيد. شوف جه بعد إيه. ثالث حاجة أن نأخذ بالأسباب الوقائية. صح. ما أنا قلت لكم ضربت لكم نأخذ بالأسباب ونسيب إيه لرب الأسباب بقى. بالظبط. سيدنا عمرو بن العاص قال لهم إيه؟ تجبلوا، سمعوا الكلام خلاص انفصلوا. انت مفيش ما هي الا ايام. صح. لو كان نفسك ان انت بقى
تصلي رمضان في المسجد إن شاء الله روحانيات. اسمع الكلام واسمع النصيحة وحاول تلتزم قدر الإمكان. وعليكم بالدعاء، الدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعا. كل آيات القرآن يا جماعة التي فيها السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كل الآيات قل إلا آية واحدة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حضرتك نورتيني وأسعدتيني يا دكتور، وبين الله حضرتك نورتيني وأسعدتيني، وشكرا لدكتورة هبة عوف مرة تانية. لو كورونا نهاية العالم جاهز؟ اللي تبلى على إنسان بالباطل في يوم جاهز؟ اللي أكل مال يتيم واللي أكل حرام جاهز ومستعد للقاء الله؟ اللي الدين بالنسبة له صلاة وصوم فقط لكن معاملاته مع الناس لا تنتمي للدين، يظلم فلان ويسيء الظن فلان ويتهم فلان، جاهز للقاء الله؟ صليط اللسان والمتكبر اللي شايف نفسه يا ما هنا يا ما هناك جاهز؟ قبل ما نفكر ان احنا نطهر بيوتنا واجسادنا يا ريت نفكر لحظه ازاي نطهر روحنا ونرد الحقوق لاصحابها. وقبل ما نفكر ان احنا نعرف مسك الختام بسنه المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، افتح قلبك لينا ليدخل نور سنه نبينا، وجرب تعيش على هدى الحبيب، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.